ما معنى الوسواس القهري؟ يصنف اضطراب الوسواس القهري ضمن الاضطرابات النفسية التي تندرج تحت فئة اضطرابات القلق حسب تصنيف الدليل التشخيصي الطبي الرابع. ويعبر اللفظ وسواس، وهو المكون الأول من المصطلح المعروف بالوسواس القهري، يعبر عن القلق الناتج عن تفاعلات نفسية واضطرابات تصيب الفرد نتيجة تداخلات التفكير السلبي وما يترأى له من الخواطر التي تحمل بداخلها الشر. ومصدرها وسوسة، بمعنى حديث الذات الذي لا طائل منه ولا جدوى. أما لفظ القهر أو القهري هو المكون الثاني للمصطلح الوسواس القهري، فإنه يشير إلى الاضطرار والغلبة والخضوع، ومن مرادفاتها الإلزام والإكراه والإجبار. من الممكن شرح معنى الوسواس القهري من خلال تعريفاته المختلفة، حيث يعتبر من أكثر الأمراض العصابية انتشارا، فقد أشارت الدراسات إلى إصابة شخص واحد من كل 40 فردا بالغا. ويعرف علم النفس الوسواس القهري على أنه إصابة الفرد بالأفكار السلبية والدخول في دائرة الهواجس والمخاوف غير المنطقية بشكل متكرر، فتسيطر على تفكير الفرد وتقتحم عالمه الداخلي، فتسيطر على أفعاله وتقف في وجه سير حياته بشكل طبيعي ومستقر بفعل التصرفات والاستجابات القهرية. وقد تظهر هذه الأفعال والاستجابات القهرية النمطية على الجانب الجسمي أو على الجانب العقلي، والتي يقوم بها الفرد ليتخلص من حالات القلق الناتجة عن الوسواس، وتظهر تأثيراته السلبية على حياة الفرد الاجتماعية وعلاقاته مع الآخرين. أما الفرد الذي يعاني من هذا الاضطراب فغالبا ما يعي بأنه يعاني من الوسواس والتصرفات القهرية المتكررة والتي لا يستطيع التخلص منها. بالإضافة إلى ما سبق، فقد ظهرت الكثير من التعريفات للوسواس القهري. تعريف الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع عرفت الوسواس القهري على أنه نوع من أنواع أمراض واضطرابات القلق العصابية النفسية، حيث ينمو عند الفرد العديد من الأفكار والمخاوف غير المنطقية وغير المبررة تدفعه إلى القيام بالتصرفات والأفعال النمطية والمتكررة. وفي أغلب الحالات يكون المريض على علم بأنه هو والأفكار والمخاوف تسيطر عليه وعقله هي أفكار ومخاوف غير سوية، فيحاول بدوره تجاهلها مما يزيد من فرصة دخوله في حالة القلق والاكتئاب. وفي وقت لاحق تصبح التصرفات والاستجابات القهرية وسيلة لتخفيف حدة التوتر. موسوعة الملك عبد الله بن عبد العزيز للمحتوى الصحي تعرف الوسواس القهري على أنه اضطراب في الحالة الصحية للفرد، والذي يعاني فيها من مجموعة من الأفكار الوسواسية، ثم يتبعها نشاط سلوكي قهري غير مرغوب فيه. أما الوسواس فهو الأفكار المزعجة وغير المريحة للفرد، فتسيطر على عقل وفرد الفرد وفكر الفرد الرغبة أو فكرة ملحة بشكل مستمر ومتواصل، مما يدفعه للقيام بسلوكيات معينة بشكل متكرر نتيجة حالة داخلية تدفعه للقيام بها. في محاولة للتخفيف من مشاعر الانزعاج والتوتر الناتج عن القلق الذي تولده الأفكار الوسواسية، فمثلا الشخص الذي يخشى أن يتعرض منزله للسرقة يتأكد من إحكام إغلاق النوافذ والأبواب لعدة مرات وبشكل متكرر. الأعراض الوسواسية هي الأعراض التي تظهر على هيئة أفكار وخواطر لا إرادية غير مرغوبة، وتكون بشكل ثابت ومتكرر، وتقتحم هذه الأفكار والوساوس عقل الفرد بشكل مفاجئ وتسيطر عليه. ومن أبرز هذه الأعراض خوف الفرد المصاب من الإصابة بالعدوى بمجرد مصافحة الآخرين، أو تصديق الفرد بإمكانية تعرضه للتلوث بمجرد ملامسته للأشياء من حوله. من الأعراض أيضا الأعراض الوسواسية حالات الشك المرضي، حيث يكون المصاب يعاني من العديد من الشكوك تجاه بعض الأشياء بشكل غير منطقي، كالشك المستمر بإحكام إغلاق الأبواب، مما يؤدي إلى التأكد لمرات متعددة من إغلاقها. من الأعراض الوسواسية أيضا سيطرة الأفكار العدوانية التي تدور حول إيذاء الأشخاص والأفراد المقربين منه، وكذلك الشعور الملح بضرورة ترتيب وتناظر أماكن الأشياء وتحري الدقة والترتيب البالغ بها بشكل قهري عفوا. ومن السلوكات الوسواسية أيضا نجد ما يلي: غسل اليدين بشكل روتيني ومتكرر بطريقة مفرطة، مما يؤدي إلى إصابة الفرد بجفاف اليدين والتشققات الجلدية. القيام بالعد والحساب بشكل قهري وثابت ومستمر، وكذلك التأكد من ترتيب الأشياء بأنماط وطرق معينة.
إن عملية العلاج للوسواس القهري تعتبر عملية معقدة وغير سهلة، وقد تستمر بعض الإجراءات العلاجية مدى الحياة، ومن الممكن أن تكون غير مضمونة النجاح، إلا أنه هناك العديد من الأساليب العلاجية التي تساعد المريض على التكيف مع الأعراض المصاحبة له، وهناك نوعان رئيسيان للعلاج: العلاج النفسي يسمى بالعلاج السلوكي، والذي يكون بتعريض الفرد إلى المواقف التي تستدعي خوفه وقلقه ومساعدته في التعامل معها والتفكير تجاهها بطريقة مختلفة، ومحاولة ضبط الاستجابات الناتجة وتقليل الرهبة والمبالغة التي يشعر بها المريض تجاه بعض المثيرات. النوع الآخر من العلاج يسمى العلاج الطبي أو العلاج الدوائي، فعادة ما يصف الأطباء لمرضى الوسواس القهري الأدوية الخاصة بالاكتئاب، لما أظهرته من الأثر الكبير في تخفيف حدة الأعراض القهرية ورفع مستوى بعض الهرمونات التي قد تكون منخفضة لدى مرضى الوسواس القهري، بالإضافة إلى ظهور العديد من العلاجات الطبية الأخرى في حال عدم الاستجابة للأدوية كالتحفيز العميق للدماغ والتحفيز المغناطيسي.